البنات معكم شي وصفات احلام ام هبه. غندير واحد الكيكه بارده او تحليه. نبداو على بركه الله بالمقادير. عندي الحليب هنا اللي غندير فيه البسكوي، عندي البسكوي كديروا نتوما اللي بغيتو، وعندي هنا واحد كريمه ديال الكراميل. ديروا نتوما غديروا دانيت، يعني دانيت لي شوكولات ولا دانيت كراميل. وعندي هنا واحد العلبه ديال الكريم شونتيه. نبداو على بركه الله. دابا انا غنطلع هاد الكريم شونتيه، ما غنزيدش فيها السكر لان عندي هادي حلوه، ومني نطلعها يعني غنزيد ملي حتى تطلع ونطربها مزيان عاد نزيد فيها هاد العلبه ديال الكريم كراميل ونطلقها. بعد ما طلعت كريم شونتيه مع داك الكريم كراميل، دابا غنبدا ناخذ البسكوي نبدا كندير فيها هكا في الحليب ونبدا كنحط. تقدروا تعوضوا الحليب قهوة. طبعا هاد البلايص هادو غندير فيهم بسكوي مهرس. كما شفتو هنا راه هرست بسكوي يعني هاد الشكل هذا، ونبدا دابا كندير فهاد الكريمة هادي نديرو كنسرح. نحاول ندخل في الجنيبات شي لهاد الطريقة حسن قادها كاملة. ما هو من بعد ما ساليتو دابا غادي ندخلو للثلاجه نخليه حتى يرتاح، ومن بعد غادي نخرجو غادي نزينو ونوريكم الشكل النهائي ديالو. من بعد ما خرجتها من الثلاجه زينتها بكريم كراميل، ودابا غادي ندير الموس من الجناب على هذا الشكل هذا. باش منين بغي نحيد المول يجيني ساهل يعني على هاد الشكل هذا. على هاد الشكل هذا يعني شفتوها كيف جات. كما شفتوا هذا هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى تعجبكم وبالصحه والراحه، وما تنساوش الى عجبكم الفيديو ضغطوا على اللايك، واللي ما مشاركش في القناه يشارك ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد ديالي. وبالصحه والراحه.